يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث أم أنهم مثل الكفار لا يؤمنون بالبعث؟ يؤمنون بالبعث، أهل الكتاب يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل في الجملة، فعندهم إيمان في الجملة، ولذلك صاروا أحسن من الوثنيين ومن الملاحدة، صار لهم معاملة خاصة عند المسلمين. نعم.